انتهى المشاركون في المؤتمر الدولي للشؤون الإسلامية إلى إصدار بيان ختامي تضمن الدعوة لإطلاق مشروع قومي لبناء محتوى رقمي صحيح في مجال الخطاب الديني برؤية معاصرة، كما دعا البيان إلى التوسع في برامج التدريب على الاستخدام الآمن والفعال لمواقع التواصل الاجتماعي والذكاء الاصطناعي، مع التوسع في إنشاء كليات وأقسام الذكاء الاصطناعي ودعم البحث العلمي في هذا المجال.